السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في اليوم طول الموضة. مساء الخير على الجميع، أتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. بون، بغيت نوري لكم نبارطاجي معاكم ريغلومون دو كونت اونتر جورناليست تاع الهدافة بن شابير والاخر. دونك يفون بارلي دو كوربيس دو لونترينور ناسيونال. قال لك كوربيس هذيك دونك باين نسمعكم الحوار اللي دار بيناتهم، بالك طويل مي فوك يفوك فو ليكوتي ومن بعد نعلقوا عليه. داكور خوتي، ا تو سويت. امين كريستيان غوركيف الحديث عن خليفته كثر في الاونه الاخيره. كوربيس يقول بانه مستعد لتدريب الجزائر، يتودد لتدريب الجزائر، يقول بانه كان مرشح ويتمنى ان يدرب هذا المنتخب. هل كوربيس يصلح لتدريب المنتخب الوطني الجزائري؟ هو يتمنى، وانا لا اتمنى ان اراه في المنتخب الجزائري بكل صراحه، لانه كوربيس ليس بذلك الاسم الكبير في عالم التدريب، ما عندوش باع طويل في عالم التدريب، ما عندوش ألقاب كثيرة في عالم التدريب. أنا ما أتمنى أشوفه صراحة. كوربيس عندي ولا غوركيف كيف كيف وميم شوز، يعني بكل صراحة ما عندي خطونا من المدرب الفرنسي، يشوفوا لنا مدرسة أخرى. أما المدرب سمعتوا خوتي لا كيسيون، سمعتوا لونغاج؟ لا غادي وزالي هاد سوربري، سافي دير غادي يكون لونغاج سوقي، مفردات سوقية وكاع. قال خطينا كاع من هذا المدرب الفرنسي وكاع. بو حنا ماناش ندافعوا على المدرب الفرنسي خوتي وكاع، mais je veux juste les encore prouver que c'est des menteurs, c'est des gens qui disent n'importe quoi, ça y est. D'accord. Quel est le français les gens شحال عندنا في مونترينور فرنسي؟ شحال عندنا كافالي وعندنا بون فرانكو فرانكو بوسنيا كاليلوزيتش وهذا رونار كوربيس دربوا لوزما سي كلوب سا سا نو كونسيرن با. شوف هذاك، شوف راه يضحك محمد الشيخي. بون خليكم تسمعوا، سي تري انتريسون والله. نيفو راه غير يزيد يهود خوتي، سمعوني. الفرنسي خدمنا معاه بزاف وما نجحناش معاه، يشوفوا لنا مدرسه اخرى غير المدرب الفرنسي. وما رايتك تضحك لما اذا كان كلامك عن ما يسحقوش مدرب فرنسي فانا ربما قد اكون متفقا معك، اما لكي ان تقول كوربيس ليس له القاب، عنده القاب، وصل مارسيليا الى نهائي فوق لعب دي كرون ماش، طلع دي زيكيب. سمح لي معليش، المهم باش تفهمني فقط، باش تفهمني مع الفرق الوطنيه ما عندوش، مع المنتخبات معليش معليش راني جاي خلاص. حتى قول لنا كول كيف ما عندوش تيتر، معليش كي جابوا لنا كول كيف ما عندوش تيتر اسمح حنايا لازم نريحوا نتبعوا هذه العقليه. جابوا لنا لكن لان خلاص المدرب الفرنسي، انا يعني هذا الكراي ما يستحقش المدرب الفرنسي، لكن الله المدرب الفرنسي قلتها خليني نكمل. فوالا نكمل لك مؤمن، هاك هضرتها انت بعض مثل سنة، اما راني نهضر على المنتخبات الوطنيه. ديك الخطره هضرنا درنا الديبا هذا وهضر بالشيخ وماجر اللي راهو كيما نقولوا لاعبين كره القدم ويعرفوا خير مني وخير منك. نعم قالوا كل ماشي. ايوا ما تهضرش انت، ماشي خلي بن شيخ يهضر، سكتوا انتوما كاع. يعرف خير مني وخير منك، يعرف خير منك انت، باسكو انت ما تعرف والو يا سي بن شابير، انت ما والو. خطيوني من لونترينور فرونسي، جيبوا لنا مدرسه واحده اخرى، واش من مدرسه؟ On a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience pour gérer une équipe allant de bon à très bon joueur. Mais via la madrasa, le jeu tac, il prend le jeu tac. Bon, tu peux mettre, C'est des gens que. Ah ben, comme Khouti, ma cache entraîne, ma cache. Alors, on les spéculations, les rumeurs. D'accord? Chouf ou le guérin. Moi, je me suis fait ma cache entraîneur. راهم يهضروا في دي زونترينور ما راهمش اونكور اونترينور ديك ناسيونال الجزائريان، راك شايف راهم يحطموا حاجه ما كانش. شباب اخي عندك معليش عندك عندك رصيد نقولوا مع انديه، لازم يكون عندك على الاقل رصيد مليح مع ثلاث انديه ولا اربعه فرنسيه في اعلى مستوى، وعندك رصيد مع منتخب او منتخبين من اعلى مستوى. عندك مشكله مع كوربيس او مع المدرب الفرنسي؟ انا عندي مشكله مع المدرب الفرنسي ومع المدرب غير الكوف اللي نعطولو اسم اكبر من اسمه. لا رانيش نقول غير الكوف، كوربيس راه يدرس المدربين. خليني يدرس المدربين. محمد عاود جا الاتحاد العاصمه، ما شفنا في الاتحاد العاصمه اخي، انا ما جنبي حتى الاتحاد العاصمه. مشوار جيد، ما جاب حتى اضافه. سمعت غازي يلعب في لوزما في وقت كوربيس، راه يقول له لا، قال لك جاني لوزما عباك هذا فوق وراه، هذا بالك هذا بن شابي او غير مدارين جورناليست. انا بالك ماشي جورناليست،
هذا لو بريزيدون دو سبور دو فوتبول الجزائري، هذا هو البريزيدون تاع دو فوتبول الجزائري. كوربيس جالوزمون ما دار والو، رونار جالوزمون ما دار والو. خليني نكمل واحد اذا كان ممكن نكمل لي دي تاعي ما تقطعنيش. لما تتحدث على كوركوف، كوركوف لما جاء الجزائر ما كان عنده حتى سيفي. كوربيس ثقيل عليه كسوسوا دون لوبسيرف، باش تكون على بالك راهو كونسيي تاع بريزيدون تاع ران. وعلاش راهو يتكلم هكذا؟ علاش كوربيس يقول لك صافي لونتوم اللي صرحها لنا في حصار في حوار حصري للهداف، قال لك سي سي بور فيغ لي جوز بين نجي نحكم الجزائر وكوركوف يجي يحكم ران. بالك انا من غدوه نبدا في الجزائر باسكو يعرف واش كاين في التشكيله البشريه تاع الجزائر تاع ليكيب ناسيونال. داكور كون تي بار دو كوربيس تي بار دان فيكو كوم جوار اي كوم انترينر، باش تعرف مليح. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه سي لان دي ران كونسلطون اللي يسمعوا ليه بكل يعني والله العظيم عنده كلمه كان ينتقد ايفرا حتى خلي الناس ولا فينير عطى له الحق. فينير عطى له الحق لما كان ايفرا في اعلى مستوى قال له ليس لعب. لما كان سؤال بسيط سؤال فقط وراهم رؤساء الانديه الكبيره فرنسا على راهم مخليين هذا الجوهر الثمينه هذا العالم والعلامه في التدريب راه مخلينه مجرد كونسيي. انا نهضر معك ماهوش كونسيي انت بكتي راه فيران دوكا راه فيران راه مدرب تاع هو جا على ماشي بون. سي بن شابير كيفاش انت تتكلم على شخص ما على بالكش لا راه خدام ولا راه ماشي خدام؟ قال لك كونسيي رحت معاه في الخط قال لك راه مدرب. قلت له كيفاش قلت لي راه كونسيي؟ يا سي بن شابير حنا غير دي جون كي سويف لو سبور اي لو فوتبول داكور، وماشي باسكو راني عايش في فرنسا ني جو سوي لو شامبيون دو فرانس او كونترير اي جو سوي دوتر شامبيون بيان افون لو شامبيون دو فرانس. دونك خوتي سيد ما على بالاش تا كوربيس راه يدير راهي بزنس لا راه كونسيي. لا كوربيس كان في مونبلي لاني باسي لي زا سوفي سيت اني لا ليفيكتيف ما غير جابو غير بودبوز جابوهم باسيا يوي بوكو ديبار اوسي ما راش عندهم ليكيب لي كريت شامبيون دو فرانس مع غير كيعيطوا له جيرو بيلاندا بوكو جوار مشاو. تفاهم بالتراضي مع لو فيس تاع لوي نيكولا هذاك البوفو تاع مونبولي ماشي هو ولده هو اللي راه يكذب شويه. راح كونسيي في ران كان لونترينور لوك مونتاني سيمانا ابري سان مارشي با فحتو لو جون لوك مونتاني اي سيتي لو بوتا كوربيس دالو بلاصتو. ران راهم كاتريه ران غادي يلعبو اليوفا العام الجاي يلعبو لوروبا لي دونك ما إلي اونترينور دون ايكيب دون ان شامبيونا سي فري كاين بي اس جي وكاين لخرين مي ران اكزيست. انا مانيش ندافع على كوربيس انا والله العظيم انا بيرسونيلمون جو سوي كونت لا فيني دو كوربيس جو ميكسبليكيري ابري بوركو. خوتي نكملوا نسمعوا واش راهم يتكلموا مع بعد. انا ما راش فيه سي نادي كبير هذا درب لعيبين كبار درب زين الدين زيدان لما كان في 20 سنه هو اللي دار له ليكلوزيون تاعو في بوردو بداو التيتر لكن في الفينال اسمح لي كوب دوروب كنت البايرن تاع كلين سمان مومنت ارى انه كريم غزير ما يشاطرك الراي لذلك وليد انا توجه اليه بهذا السؤال من شابين الجوهره الثمينه اللي كنت تحثوا عليه في عالم التدريب لماذا لا يدرب ناديا كبيره في فرنسا لماذا يدرب ران مع احترامنا لران انا خيار كوربيس درب مارسي درب بوردو حتى انا خيار كوربيس ولكن درب كبير جدا وثقيل جدا غادي باش نجيك من الاخر يا اخي دوك وعلاش ما تدربش فرق وطنيه راح فينا الكوب دوروب مع مارسي راح فينا الكوب دوروب مع بوردو في البطوله الفرنسيه سي لو ميور بارمي لي بون خوتي بور نو با دير دي بيتيز ياك لا كوب دو اليوفا اللي لعبتها بوردو وخسرتها مع البايرن مركالهم كوستادينوف سي سا كوستادينوف عام اللي طيحوا ميلان كان زيدان لي زاغازو كان دوغاري اكسيتيرا سيتي با كوربيس لونترينور
كان دومارغ، كان ما كانوا بلوزيور جوار، كانت اون جينيراسيون شابه. جو بونس كو لو جورناليست ديال الهداف سو ترومبا. انا جو سوي سور بلي عنده فينال تاع اليو اف ا برك كوربيس، ماشي دو فينال. فوالا هاديك ليكيب لي كاليفت الفينال تاع بوردو، زيدان راح لاجوف، دوغاري راح الميلون، ليزارازو راح البايرن، والله ليكيب كومبلي كاع راحت، ليكيب كومبلي كاع راحت. المهم جو بونس كو الجورناليست تاع الهداف ماشي بن شابر الاخر، جو بونس كي لا طورا والله اعلم. في المدرسه الفرنسيه يعني تعبدوا على مدرب المدرسه الفرنسيه بصح عنده مونطاليتي الجيريه كوربيس اللي كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش مارسي حكي لنا عليه شويه لا تعرفوه ما نعرفوش بزاف ما حصل لي الشرف ندرب معاه مي بصح سي ان كرون انترينور تحب ولا تكره ولكن ليس بمدرب كبير جدا واش عندنا في الجزائر معليش ما نهضروش على الجزائر واش عندنا ما نهضروش على الجزائر لا لا عندك عندك الجزائر عندنا مدرب يدخل ما عندناش مدربين في الجزائر يا خويا جيبوا واحد ماشي مشكل لكن معليش معليش لكن عندنا مدربين لكن عندنا مدربين في الجزائر ماليش كريتيكي لي زونترينور الجزائريين يا خويا ولا انت ولا شفت كل بيس ما يليقش تجيب مدرب لا لا مانيش نقول انا ما عنديش واحد مدرب عالمي عالمي مدرب عالمي نعم لي اكزومبل قول لي كاين كثير من الاسماء نتكلم عن ليبي عن كابيلو مدربين من هاد الطينه ان شاء الله لا لا نظن انه محمد رئيس اتحاديه ياخذ كل وقته في هذا الوقت كلام عن كوربيس انا بالنسبه لي كلام تاع صحف الى يومنا هذا انا نظن لما تتحدث على الفرق بين كوربيس مدرب فرنسي نقدر نشفرك الراي ولكن على السي في تاع كوربيس نقدر نقول لك خير من اثقل خير من يوطريني ودوك في لافي واش كاميرون داو بروس تعرف ايكو بروس داتو كاميرون معليش علاش تقارنوا انتم انفسكم دائما بالبلدان الافريقيه سامح لي كاميرون زالت تاع كره قدم لكن الاتحاديه كاميرون ما عندناش الاموال سامح لي كومباراتيفمون الجزائر مع الجزائر ما كاش وجه للمقارنه انا واش حبيت نقول لك انا ما نشاطركش الراي لما تقول لي كريم انه مدرب كوربيس مدرب كبير جدا اذا كان كوربيس مدرب كبير جدا اذا كان معليش سامح لي اذا كان كوربيس مدرب كبير جدا غوارديولا مورينيو شنو مدرب كبير جدا 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 نعم خش واحد صفو باش كلشي حنا نريد نسمع رايك هذا الموضوع حتى نخدم الدنيا صفو انا في ابطال اوروبا كوربيس لا ولكن كاس الاتحاد الاوروبي الحق مره ثانيه ذاك كاس الاتحاد الاوروبي على بالكم maintenant j'ai vérifié et ben c'est j'avais raison ça veut dire journaliste منا راه يقولوا الاخر دا الدازوج تاع اليوفا كاليفا الفينال دو فوا والاخر ما على بالوش راك فاهم باش كوربيس كاع وين راح هادو لي دو جورناليست واحد لعبها يعرف وغلط والمرء خطا والاخر راه يتبع فيه باسكو داير في راسه بلي الاخر يتبع شامبيون فرنسا شايف قال له ما داش كوب بصح وصل غير فينال لا حول ولا قوه الا بالله يقول لك كما علاش مستوى البطوله الفرنسيه ما هوش هذاك هذيك البطوله اللي تخلع كما اسبانيا لو تقول لي مدرب تاع اشبيليا ما ننسى اسمه للحق مع اشبيليا بلا فريق والحق للكاس الاتحاد الاوروبي والله معلومه الفرنسيه معليش سامحني مو نقول لك راني معك لاعب هجومي في اعلى المستويات في بطوله هي البطوله الاسبانيه ولكن ما تقول لي البطوله الفرنسيه كاين لي لقاءات والله صدقني باللي راح يلعب صدقني قعدت شحال عوام ما ربحتش في ستادها في الموسم هذا قعدت شحال ما ربحتش في ستادها ملي جا قضى على هديه ليكيب كانت سات ايام ولا ويت ايام مع المدرب القادم رجعها دوزيام ولا تلعب بلاصه ليك دي شامبيون لكن انت ماكش تشوف هذو النتائج انا ما نقدرش انا مانيش نقول لك ماشي نتائج يا اخي نتائج ولكن خلاص حنا علاش دائما لازم نلصقوا في المدرب انا معاك في هذه حاجه اخرى علاش نلصقوا المدرب الفرنسي مجرد مدرب يلحق الفينال ولا يدي كاس فرنسا هو اللي لازم رائع ولازم نجيب اسمح لي هو اللي لازم اسمح لي اسمح لي تم تداول عده اسماء في الفتره الاخيره تم تداول اسم كوربيس تم تداول اسم سوزيتش اللي كان يدرب باريس سان جيرمان تم تداول اسم بالماضي تم تداول ماتزاري مدرب نابولي الايطالي تم تداول حتى اشاعات تقول انه ماتزاري بدا يتعلم اللغه الفرنسيه تحضيرا للالتحاق بالمنتخب الوطني تيريم ايضا مدرب المنتخب التركي حاليا عقده سينتهي فتيح تيريم علاش ما نهضروش على مدرب محلي لانه اعتقد بانه توجه الفاف كريم للمدرب الاجنبي لن تغامر بشده
لا لا فيه بلدوزي. هذا السؤال، هذا السؤال يوجه لمسؤولي الحرب. هذه يا بل هذا السؤال يوجه، لا يوجه ليه، يوجه كريم السؤال هذا يا. انا نحبيت بوزي تابوزي كاسيون على كل بيس رجعت لك قول لي علاه ما جبدوش اونترينور لوكال. شوف كريم انهم ما يعتمدوش على مدرب محلي هذا لا يعني ابدا او اطلاقا بانه ما عندناش مدربين محليين في اعلى مستوى. بون خوتي هنا غادي نقطعوها نيشان، نكونوا كيما يقولوا اونيت، نكونوا واقعيين، نكونوا سكو فولي. ما عندناش مدرب محلي قد يقود الفريق الوطني، ما كانش، ولا تخمو فيه ما عندهش ديبلوم، ما كانش، ما كانش. الناس باش يدربوا فريق وطني لا ديروا نتوما ان بارومتر باش تسيليكسيونوا ان اونترينور. كاش واحد في الجي من انترينور الجيري دار ليغ دي شامبيون، كاش واحد دار لوروبا ليغ. ها نولي الهضره انا تاع بن شابير، انا نولي الهضره تاع بن شابير، نولي الهضره تاع الاخر جورناليست الاخر. كاش واحد وصل غير فينال، ما كانش. ايز اريف ميم با تروفي اون بلاص هنا في فان كلوب وين يخدموا 3 سنين 4 سنين. اليوم سمعت باللي جاب الماضي دار انترفيو قال لهم انا هذا العام نمسيا بالك العام الجاي ماشي هذا العام. تي راكم تشوفوا خوتي وين وصلنا. هذا غازي كريم غازي يقول لك كوربيس حاجه ثقيله، ومعاد يقول لك علاش ما جبدوش. ايش بدنا نعطونا اسماوات انت سي كريم غازي؟ عطينا اسماوات. بن شيخ عطينا اسماوات. دوك شوفوا بن شيخ شغادية، بن شيخ غادي يعطينا هاك تعرف مصاروه مصاروه بن شيخ باير ضمن مصر كاع كومبلي هنا. والدليل كانوا كاينين مدربين محليين اللي قادوا المنتخب الوطني لكاس العالم، كان سعدان، كان جا الشيخ كرمالي في كاس افريقيا. عنده مدرب احسن الانجازات اللي عنده مدرب الكره الجزائريه، ربما توجه الاتحاديه الحاليه محليه. يقولوا بانه لازم لنا مدرب كبير من خارج الوطن لانه المنتخب. تفضل بن شيخ رايك في هذه الاسماء المتداوله. في بريزيدون دفافي يحوس على مدرب وكذا، علاش؟ باسكو لا فوا باسي تكلمنا على هادشي، لو كان جات الامور تمشي على قانعها. كاينين ديتيان في اوروبا، لا ديتيان هي اللي تخير شكون هو المدرب سولو لو 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 جو تاع لا مانيير دو جوي تاعنا، سولو مونتال تاعنا، سور بوكو دو كريتير. هما يخيروا واحد او زوج او ثلاثه مدربين اللي يليقوا الجزائر ويعطيوهم للبريزيدون المسؤول الاول، قال هم اللي يليقوا في هذوما، ومن بعد هو يكمل لو راس ينيغوسي معاه وكذا لو راس يكملوا. ولكن حنا في الجزائر الدركاتيك المسؤول الاول هو البريزيدون دفا، هو راه دوك يحوس على مدرب. حنا واش دوكا حنا انا على حساب رايي كي نجيب المدرب اللي نتكلموا على لا فالور تاع المدرب، لو سي في تاعو شكون هو، واش درب كيما كان يقول من قبيل، اسكو حكم دي كرون كلوب في البلاد تاعو مش عامين جاي في بلادو هذا، اسكو من بعد حكم دي زيكيب ناسيونال اترافير لافريك ولا لامريك دلاتين ولا في الاوروب، اسكو فهمني كيفاش؟ انا معاك بالشيخ انه رئيس الاتحاديه لازم يشاور سميها كما تشاء بالشيخ، المديريه التقنيه او اللجنه تاع المستشارين، لانه في اعتقادي وفي رايي الشخصي المتواضع لو فعل هذا الامر وشاور المختصين والمدربين اللي يعرفوا غوركيف قبل ما يستخدم غوركيف كانوا يقولوا له بانه هذا المدرب عنده فلسفه وخطه 4-4-2 ما يغيرهاش، ما يلعبش بخطة أخرى. وإحنا المنتخب تاعنا كان ماشي بصورة جيدة مع الروسيس بخطة 4-3-3، وهذا من بين المشاكل اللي صارت في غوركوف ومن بين أسباب رحيله أنه ما قدرش يطبق الفلسفة الكروية. لا أعتقد بأنه رئيس الاتحادية كانت عنده هذه المعلومة بأنه غوركوف يحب يطبق فلسفة 4-4-2، وإلا لو استشار مدربين او اخصائيين كانوا صحوا بعدم جلب هذا المدرب لانه طريقته لا تلائم طريقه المنتخب. والله نجاوبك انا ما نتكلمش على هذا المدرب، نتكلم على زوج حوايج اللي راك قلتهم وانا سي با داكور. انت كي تقول جابوا مدرب يلعب غير كات كادو مع معزه ولا طارت، يقول هكذا معزه ولا طارت هكذا، ما كاش واحد اللي ينجم يجيب مدرب يقول لك هكذا بيتي 4-4-2 رابع خاسر 4-4-2، ما كانش منها، ما كانش مدرب في العالم اللي يقعد في تخطيط واحد. هذا يقول كيف يبقى في تخطيط واحد. انا من بعد هنا كل مباريات لعب 4-4-2. لما غير بن شيخ، لما غير ودار مره 4-3-3 ومشات الامور وسجل سبع اهداف. قبل
قبل الجزائر قبل بريدنا احنا طنزانيا كنا خاسرين زوج دار بالجاني سنتينال بالقرويون ولينا الكاتر وطوا تاع فايدا بك سنتينال قدام لي ديفونسور ايغاليزينا وقدام لا كاين مدربين حتى بيلسا اللي انت تمدحوا في كثير من الاحيان عنده خطه غريبه يلعب بها بشيء ثلاثة 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 واحد وين يمشي يحاول يطبق هذه الفلسفه الكرويه اسمح لي بيلسا بيلسا يطبق هذه سي سا فاس سا فيلوزوفي بيلسا بصح هذا اللعب هذا لعب شباب اوفونسيف هذا شعب لعب شباب اوفونسيف انت كي تقول لي 4 4 2 تكون خاسر تكون كذا واللعب ما يعجبش والناس بلي جوار تاع ما يعجبهمش المسؤولين للشعب وانت قاعد فيه لا يا اخي بيلسا لوين مارسيل اللي راهي دركا ما يشتربح كاع بيلسا كانت المير فوتبول في فرنسا ما كلاسات 5 واقيلا ولا 4 مي سيتي لو بلو بو فوتبول ان فرنسا افيك دي جوار ما كاين والو اخي هنا غادي نعلقوا على مارسي بيلسا ولي جوار ما كانوا والو بيلسا كان عنده دوك نقول لكم نجبدوا لي جوار الاخر كان عنده جينياك داكور كان عنده لي جوردان ايو تاع الغانا بون كان عنده طوفا ما يلعبوش بزاف مي كان عنده طوفا كانت عنده مورال كانت شوف كانت عنده ديفونس شابه ديجا داكور وكان عنده ميليو فورني ميليو تري فورني كان عنده كومبوز كان عنده ليكيب اللي لعب بها بيلسا championnat les classes à faire il était premier ou m'a dit se sont classés quatrième je pense quatrième ou cinquième ils ont raté la ligue des champions la boule Europa League mais chez joueur Macanwell joueur à Taïben championnat de France Gignac il avait 30 ans Mandanda il en a 32 hein Nkolo Morel ou Zid Hadak qui se mouha d'aka Namibia ou la Tanzania ou la qui se mouha d'aka اللي يلعب في مارسي تاني المهم سي بن الشيخ بيلسا افي دي ريزولتا افيك اون ايكيب ماشي كيلكونك اون ايكيب سيتي ان لا بروف لاني دابري شوف شحال باعوا باعوا طوفا 15 مليون نيوكاسل في الظلمه جوردان ايو راح ليبر جينياك راح ليبر راح للمكسيك جوردان ايو راح للانجليز مورير راح سينيا في ليون plusieurs joueurs sont partis راحوا وقيلا 11 ولا هذه كيما اللي قلتو نتوما للمسيه كيروحوا لي كادر نهار اللي دات لا وصلت وقيلا لا فينال تاع لا كوب دالجيري ولا دات لا كوب دالجيري و ils ont libéré 15 joueurs et ben c'est pareil la moitié des joueurs étaient en ils ont pas pu trouver un terrain d'entente parce que Marseille ma عندهاش درام ils ont pas voulu renouveler et ben Bielsa après une journée ملاني هادي 2015-2016 il a démissionné كان عارف روحه بلي غادي يلعب لا ريليغاسيون جاب شويه من صغر وكاع شاف بلي ما كاش الدرام راح تبعوا معايا اخوتي ومن بعد نكملوا لي فيديو دونك لا مصاح نوليو كي قلت لك انا المدرب هذا كات كادو نورمالمون ما يتحركش منه ما تقولوا ما يتبدلش انا ديجا مشطه وحده ولكن انا والله العظيم ما نحبش نتكلم على المدرب هذا اللي راح لان علاش انا شاك فوا نسالكم ما حبيتوش تجيبوا لي انا كنت نقول لكم جيبوا لي السي في تاعو كيفاش جا اسمح لي كيفاش جا الفريق الوطني سي علي بالشيخ سيد عنده سي في او مو عنده سي في انت ما عندكش على شكون انت باش حنا نجيبوا لك السي في تاع غوركوف ولا يجيبوا لك السي في تاع غوركوف ساشون بلي السي في تاعك ما كانش انت كاع ما كانش لو سي في سي با لو جوور سي لو سي في دونترينور تو نا با Tu n'as pas de CV, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Tu parles avec de l'expérience et en plus tu parles d'un football des années d'il y a 30 ans. فهمت? Donc, ما يمكنش نتايا تحكم على entraîneur بالCV تاعو لو كنت ما عندكش CV. انت ما درت لا deuxième division, لا troisième division, والو. انا ما كان دوك ولا تقنعني بلي حكم دي كلوب حكم غير لي كلوب كبار وجبناه. كيفاش جا ولا كيفاش جا موجوده عند المسؤولين اللي قاموا باختصار باختصار شديد نقول كيف ليرور سيتي بافار شو ولا كونتري باللي يقدر يدير لنا حنا كانوا عندنا غير لي جان مولا كوب دي موند رئيس فيدراليه جاب دي تري بون جان جوار محرز بن طالب ابراهيم هادو كاع كانوا صار 22 23 قال لك
اللي يقدر يكون لي فريق ويرجعو كبير كيما قدر يدير بلوريون صغيره والو رجعها تلعب سيزيام بلاس تلعب ليها فينال كوب دي فرانس قادر يمشي ليها ديجا ما مشاتش تقدر ما تمشيش سي تان شوا لي غلط فيه واعترف ذلك وكنت سيبارا ولا ميار دونك تقول لي عند بروشام اونطالينا لازم يكون كاليبر كبير عندنا لي مويا باش نجيبو كاليبر كبير شكون اللي قال لا لا كي الناس مانيش هضر عليك انا نتكلم عالمي كي تقول لي انت يا ايرفي روما فعلا ما تجيبوش ايرفي روما خليني نكلم نجيبو مدرب من غير المدرسه الفرنسيه مدرب اللي عنده سي في مع المنتخب جميل انت تتكلم عن المدربين الفرنسيين انت تتكلم عن المدربين الفرنسيين كانهم لم يصنعوا شيء في افريقيا كلوت لور صنع شيء في افريقيا ايرفي روما صنع شيء في افريقيا وانتم دبا بين المغرب كم أخذ المدربون الفرنسيون من خزينة أموال الجزائر وأموال الشعب الجزائري وكم أعطونا وأهدوا للمنتخب الجزائري من جاوب فون هاد الفويو هذا هذا سي فويو أنا ما نقعدش ريحة مع واحد في بلاطو مع واحد كيما هكا ولا في قهوة ولا نهضروا على حاجة اي ريسبكتو با يهضر بيدو شوف يهضر بيدو كاع وري لي نتايا وضربك وكاع بون ورغم هاد لي فرونسي اللي داو الدراهم الخزينه تاع ما فهمتش انا ما فهمتش خوتي سي كوم سي يا 30 ans راه عندنا غير دي زونترين فرونسي الله اعلم سي كافالي اي غوركوف سي سا لي زوتر ايزيتي واسيرج لي كان سوغا سي بيلج الي روزيتش اي فرانكو بوسنيك مي اي بلوس بوسنيك كو فرونسي دونك صافي با شحال عندنا حنا فوتبول ها شحال عندنا حنا فوتبول 52 سنه 50 سنه ملي بدينا نحسبوه في العالم تاع الفوتبول شحال من فرونسي جو صافي دي سون تران دو بارلي دان سوجي كي نيكزيست ميم با قال لك انا بدل لي المدرسه جيب لي مدرسه واحده اخرى غير المدرسه الجزائريه والترقع جامي اون ايو دي زونترينور كسوا لي روزيتش ولا حتى واحد يقولها عاملي كنسو باو ستيفن باولس هذاك راه دروك راه يدير في دبليو 9 راه يدير لوروبا لي ستيفن باولس ماناجير جينيرال تاع ليكيب ناسيونال دونك لي فرونسي اون با يو بوكو اي سان سي بور موا لو بلوس امبورطون سي لا كاليتي دو لونترينور سي با سون اوريجين بون غادي نكملو نسمعو ديجا بن الشيخ واش يقول ومن بعد نديرو نوت فيديو سور محرز او محرز قال لك ما بن شبير مازال حتى الان محرز صاير راه ميرجو راه ميرجو راه فاكم لي فوت سون كلو اي تي وا لي بوك ميكر اي تو اي ديز باسكو جي كونسولتي بلان دو فوروم اي ديز كو سي محرز دونك محرز هي ميور جوور ديزيني با لي سوبورتور اي با لي جوور تاع شامبيون دانجلتير اون في بتيت بوز و نسمعو نكملو لا فيديو مع ومن بعد نروحوا للمحرز جاوبني شحال داو دراهم وشحال عطاو لنا الجزائر جاوبني نهضروا ارقام نهضروا على الجزائر حنا جزائريين والديبا تاعنا على ما تهربليش من السؤال ما تهربليش من السؤال جاوبني شحال داو الفرنسيين الى غوركوف شحال داو الفرنسيين من اموال الجزائريه الحقائب تاعهم شحال حملوا معاهم في طريق العوده الى فرنسا بعد الفشل وشحال عطاو لنا من لقب للمنتخب الوطني الجزائري واش الفائده اللي عطاهم لم يعطوا اي شيء بل ان الاوان ان الاوان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين الجزائر لدغت من الجحر 50000 مره ان الاوان ان نغير الفلسفه وان نعتمد على المدرسه هناك المدرسه الايطاليه هناك المدرسه الاسبانيه التي في تطور مستمر هناك المدرسه الامريكيه ايرفيرونا طريده من نيتشان اطرده قال له روح سي بون سي ما نزيدلكش فوق ديما تربح ايرفيرونا ده مش لو دي فوا شامبيون دافريك والعقل وليكيب دوكا انا على الجزائر انا نهضروا التجربه الجزائريه الجزائريه ما نجحش في لاكي ما نجحوش في الجزائر ما قلتلكش في لافريك قلتلك في الجزائر انا نهضر عجب ما تعب ما تغيرش كلامي مومن انا احترم رايك بصح ما كاين يهضر مع هاري ما تغيرش كلامك حتى انا جزائري الديبا تاعنا الجدل تاعنا راه حول المنتخب مصري مصري ديال لا بحثيه ولا بالكاميرون ولا بهذا الجدل انا اتكلم عن الجزائر قلتلك عطيتك سؤال بسيط كم اخذ الفرنسيون من الجزائر من اموال الخزينه الجزائريه من اموال الشعب الجزائري وكم اهدى الشعب الجزائري هذا المحب والعاشق والولهان بكره
كنت سمعوا خوتي ولا لعب هنا دروك شي كيف راه تاع بوليتيك دخل هنا بوليتيك كم اخذ الفرنسيون وكاع لم ياتوا الفرنسيين باش ياخذوا يا سي بن جبير هذا وانت راه جورناليست هذا شحال 7 طون 8 طون 6 طون ويتا ويتا بالك تحسب راه يتكلم على بلاد واحد اخرى ولا على الكامرون فاتوا عندهم 10 تاع لي فرونسي ولا على ما فاتوش عندنا لي فرونسي وقيل هذا راه داير سعدان فرنسي وقيل راه داير بن شيخة الجنرال فرنسي وقيل مش عارف انا كمل لموي فرنسي خلف محي الدين فرنسي كرمال الله يرحمه فرنسي فرقاني مهداوي مزيان إغيل ما فهمتش انا هاد السيد هذا كملوا نكملوا على فيديو والله نكملوا اخوتي الا بغات تدي 40 مينوت هادو على بالك دي سوا سي سي ان بواسون دافريل سوا سي صوتا من عقله ديريكت القدم كم اهداه من الله هذا ليس ما هكذا تساق الابل يا ابن شبير لانه السؤال ما يطرح بهذه الطريقه وما هكذا تؤكل الكتف لانه نعطيك مثال كابيلو اغلى مدرب في العالم ماذا جلب لروسيا؟ ماذا جلب لانجلترا؟ ليبي كان يتقاضى اموال طائله اقصي من الدور الاول وخرج في كاس العالم تجربه يعني المدرب ما تقوليش كم ياخذ شوف في مدربين يتقاضوا اسمح لي شوف في مدربين اذا يعاودوا يتعاقدوا مع مدرب ايطالي ولا حداك شو راه يضرب بالطابله وكاع لكن في مدربين انجليزي لانهم ما يتقاضوش اموال ما يتقاضوش اموال ويجيبوا انجازات ولا في مدربين يتقاضوا اموال كبيره انا على صواب ما تغالبنيش انا على صواب وما تحورش كلامي كما مؤمن ما تقوليش ليس هكذا هذا كيما انا لعب في افريقيا هذا عقليه تاع بن شيخ في الجورناليزم نحو جرف هارد وترميها الى التهلكه الابل اللي هي حيوانات اعزكم الله والله لن تذهب الى ذلك الوادي مره اخرى لانها تعلم انه في الهلاك تاعها نتايا انا نتحداك ونتحدى مؤمن سي غراف خوتي سي غراف هنا الى بالونسي اون انسيلت تحت الطابله سي غراف صافي دير قال لك ما من الجمل تديه البلاصه ما فيها والو خطر جاي تديه ما يروحش دونك خوتي واش نسمعوا بن الشيخ على شحاته ونروحوا للمهرز داكوري نكملوا مع هذا الجرطومه هذا بن جابير جرطومه هذا خوتي انا نحترم كاع الناس مي هذا سي هذا سي مريض هذا سي هذا مريض بالحقد هذا مريض بالعقد بالكراهيه بالمغنام راه يدابز الكوليك تاعو في الهدف لو الانجليز كي راح كابيلو يزيدوا يتعاقدوا مع مدرب ايطالي ما يزيدوش يتعاقدوا مع مدرب ايطالي علاش حنايا متعاقدين مع 500 الف مدرب فرنسي واللي يجي يدي ويروح يدي ويروح يدي نديرو فيها فيديو واقيلا تاع لي زونترينور الفرنسي كي اونتريني ليكيب ناسيونال الجيريان نجيبو فيها ساشون كو شورمان الي سويس هان الي با يروح مع الخط قول لي انه ماشي هكذا كم اخذ مورينيو من اموال تشيلسي هذا الموسم وترك مورينيو هذا اللي تتكلم عليه هو اللي رد تشيلسي حريف معروف في اوروبا حتى غوركي رجعكم في الحكم 7 اهداف ما رجعناش معروف غوركي في الجزائر هي التي غوركي محمد اعتذر ولكن غوركي هو اللي استفاد من الجزائر هو اللي ولا مدرب معروف في الجزائر رد على هذا النقطه حتى لا تجاوز والله انت تتحدث عن مدربين فرنسيين ليسوا من العيار الثقيل حصل لهم شرف يوجهوا هذا الفريق نحكي لك على فايد حليل وزيتش رغم كل ما صار بيناتنا هو يعتبر نفسه خريج مدرسة الفرنسية في التدريب لأنه خرج من كلير فونتان داك الكوب دي موند وداك الدوزيام تور لعب مع الألمان مباراة بطولية واعترفنا كلنا صدقني اعترفنا كلنا والشعب الجزائري كله قال سامحني احنا كصحيح اكو تشوفوا هذا ولا ماكش تشوفوا هذا اكو تشوفوا هذا ولا ماكش تشوفوا قال لك خرج فاز بلقاء واحد انت شكون باش ما فهمتش انت يا جيب لي واحد فاز طلع للدوزيام تور اش بدل لي اش بدلي قاعد وقال لي زونترينور لوكو تاعك المدارس تاعك اللي يا اسكاس كافي على روزيتش بيرسون لا في توت لا بوك بلع فمك اسي محمد
شفتوا أليلوزيتش؟ أليلوزيتش راح هادي عامين، شفتوا؟ قول كيف راح هادي تقريبا شهر. سعدان تاني ما رطاوهش، ما رطاو حتى واحد هاد الناس هادو، وكانوا ترينور نيفالو. سمعت قال له هذا زاد خرجك من كوب دافريكا، لا حول ولا قوة إلا بالله. مصريين وهاديك ومصر وحضارة هذا غادي تشوفوه من عاود يهضر على محرز. سا سيتي لو 18 افريل، سا في دير كو سا في دو جور كتشوفو كيهضر على محرز هذا لو 18 افريل 2016، يقولك مازال ما بدلش رايي. اونفا اونتيرمي لا خلو انت لا اهضر لي القاب، هذا كلام عاطفي، هذا كلام عاطفي. خلينا نتكلم يا كلنا حبينا، كلنا حبينا حليلوزيتش لانه جاب طريقه لعبوا بنا فريق متماسك، ولكن من ناحيه الارقام والالقاب حليلوزيتش ما جاب لنا حتى لا صح. وتا الاموال تاع حقيبه ما كانش يخدم داخل الرد، حتى ما جاش باسكو يبغينا، ما جاش باسكو يحب الشعب الجزائري، جا خالص دا اموال وراح. واش عطى لي في مقابل الاموال؟ ليس هذا الدور الثاني تاع كاس العالم. شفت لونغاج سوقيها والله هذا خامج، هذا ثاني واخد مهبود راسه منه. المهم خوتي طولنا بزاف هاد لا فيديو، هادو عفنا وكرهنا نهضروا عليهم. المهم باغي نسمع غير بن شيخ واش يقول فلافان خوتي على شحاته. قال لك علاش جامي نهضروا على شحاته؟ تجيب مصري مصري يدرب لك ليكيب ناسيونال الجزائر. هذا هو الوحيد اخر رد، وما تقاطعوش مره اخرى اخر رد حتى نمر الى موضوع شويه. صوص العياط بزاف ماشي مليح. احنا والله غير علاش نظن نحب نقول هذيك الكلمه، احنا مستعمرين هنا نجبدو غير مي جاكي فلان كل احترام هادو سي دي غران زونتر كور غوربيس كدا. احنا ولاد 14 4 شهور وهما ولاد 9 شهور. لالجيري لي تيتر كي لا يو دوبي 62 سي ولادها اللي جابوهم لي وحده. لي غران جوار اللي راحوا لعبوا ان فرنسا بوكو دالجيريا داروا التاريخ من تبدا من فلان وحبط. اليوم هنا هذا فرنسا تجبدوا فرنسا، مانيش عارف كاين في لو موند غير فرنسا، الجلوب هذا فيه فرنسا، مانيش عارف هذا الاستعمار ما زاحبش يروح كاع يديك. لا لا لكن اسمح لي عليك، كي تقول مستعمر انا لست مستعمرا ذهنيا ولا فكريا. لما نتكلم لا 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 حبس لا صدقني، انا تحدثت على المدرسه الفرنسيه ومدربيها الكبار. الاعتراف تحمل فيه مسكين هذا شيء من التعلم ليس بالاستعمار. تفضل. لا لا كي نقول لك حنا مستعمرين جيسيستر صا مستعمرين هنا، خليني نكسبليكي. مانيش نقول لك مستعمر تاع استغفر الله الغفور الرحيم. نحوس ولا تاع شحاته باسكو صاحبك ماجر هو اللي راه يهضر على الدبلوم تاع كليفونت اللي ما عندهاش. يجيب لنا نوطرين من لابيريكيسيد، ربما يجيب لنا واحد ايطاليا ونشوفوه. اللي يجيبو لازم لابريس تكلم مع السي في تاعو. ساعود اليك من بعد قليل، ولكن اريد ان اطرح سؤال لكريم مغازي حتى اشركه فيه النقاش. مازال ما عندناش مدربين مستوى اللي يكون بعيد. مازال كاين كالكو زونترينور ملاح، كالكو زونترينور ملاح، ولكن مازال ما لحقناش. انا قلت له يزيدوا يتفورما ويرا ان جروب ان ستاف باش تكون الامور باش دير مدرب. يقراو صبر ربما اني غلط. باش دير مدرب محلي ولا زوج في الفريق الوطني لازم يكونوا بزاف مدربين ملاح وداروا تدريب زوج ديال فورماسيون اون اوروب وجاو ولعبوا فوتبال. ماشي اللي ما لعبش فوتبال ما يديرش، ويجي اي بيان سور ما يدير ما لعبش فوتبال ما يدير. اللي لعب فوتبال تخيل الناس اللي حابين يوليو مدربين، خاطرش كاين لاعبين ما ينجحش مدرب، ينجح اوترو شوز. ومن بعد تجيبهم يكون في الشامبيونا محطوطين وفي الفرق الوطنيه صادير اسبوار وطلعوا كيف باش يروحوا. ولكن مقبل انت قلت كاسم دابيا نجاوب عليها، قلت على المانيا يديروا مدرب الماني، فرنسا يديروا مدرب فرنسي، بريطانيا غلطوا اللي جابوا حبوا يبدلوهم باسكو هما مغالطين في الحساب. بلجيكا تركيا ايطاليا الا بريطانيا سياو مع كابيلو غلطه ما درسوا، الله يعلم ما درسوش مليح، خاطرش الغلطه ماهيش في المدرب تاع الفريق الوطني بريطانيا. الغلطه راهي لو فات هذه لا مونديالزاسيون تاع الفوتبول، هذه لا لوا واسما ديك فوالا الشامبيون تاعهم لي جوار انجلي ماهمش يخرجوا بزاف تاع مستوى كيما كان زمان. ولكن علاش هما جو نو كومبرون با بوركو لي جون بارل دو لا لوا بوسمان. هنا ما خاطيها لا لوا بوسمان، سير بعد شو سير بلي كيما سيفي
ما لا بلاش يلا للوا بوسمان وين تندارت وهاد الجوار هولندي يلعب في بلجيك علاش خرجت لالوا علاش باسكو نظلموا هذيك جو نو كومبرون با بوركوا يدخلوا القانون تاع بوسمان كونت اون بارل دونترينو اونفا كملوا معاك عندهم هذه خاطرش هما حضروا يحبوا ولادهم هو بريباري ولادهم كي يكون يلعب فوتبال يوجدوه يكون مدرب يحطوه في لي كونديسيون كيما يلزم الحال باش يطلعوا له قيمته ويولي مدرب اي سي بور سا عندهم لو شوا يديروا مدرب تاعهم فريق الوطني وبلدان كيما حنا كيما كدا واش نديروا هيا نلعبوا نتوما لتحت والفوق حاجه اخرى نو كاين فوتبول واحد ما كاش دو فوتبول كاين شامبيونا وكاين فريق وطني يمشيو هكذا مي حنا لا مقسومه هكذا دونك سي تو طافي نورمال هادو نلعبوا قصروا نتوما وحدكم تحت وحنا نروحوا نجيبوا مدرب مليح هذيك واحد هذيك بناسيون شكرا بالشيخ على هذه التوضيحات استغرقنا كثير من الوقت للحديث عن المدرب المحتمل للمنتخب الوطني نمر بسرعه نهضر كلمة ونحبس كلمة مهزوم اسكو ليكيب ناسيونال تاعنا تكلمنا خطرة سمعوا هادي على كل حال نجم بتاتا ما تشاطرونيش هادي جاكسيفت ما تشاطرونيش اسكو تكلمنا خطرة ان اونترينور ديكسبيريونس كيما شحاطة الفريق الوطني تروا كوب دافريس بلي لوكو بخدام وكلش ومسلم ومصري وكلش اسكو نجبدوش كاع فاصي بون انا ما عندي لهنا على القناه راكم تعرفوا لا بوزيسيون تاعي ولا بوزيسيون تاع الدين الجزائري يجيب واحد سبك سبلك ملتك سبلك تاريخك جبتو واش باغي نقول واش باغي نقول شوف النيف اللي راكم تهضروا عليه ما والله ما تسعوا يا عيب الله غادي يقولوا لي الناس فرونسي نيف نو لو فرونسي تو لامن هاد لو فرونسي لك تجيبو تخلصو يدير لك خدمه ويروح داكور هذا المال الفرنسي طيح معاه في بارتيه تاع بولا ما يجبدلكش يماك وباباك واصلك مليون ونص مليون لاقيت وما نشجعهمش في كاس العالم وواحد قال لك نقلع شعري الاخر قال لك نقلع سروالي وكاي محرز او يا خويا نتمنوا هنايا كاش نهار بوسوطل ولا هذيك القاهره اليوم ولا يجبدوا على بن الشيخ يقول لك علاش ما نهضروش حنا على بن الشيخ انسان محترم ولعب افريقيا نديروه لونترينور تاع ليجيبت ولا لونترينور تاع مصر المقصه ولا ان بي ولا خوتي نكملوها بهذه سي جون لا اي دوف ايت ديباركي دي سيت ايميسيون والله سي ديفونو واش عيب كبير ايميسيون تاع تونس راني نشوف فيها انا ماشي تاع الجزائر ما تاع مصر والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هزوا الفلو انتو الموند وباصا محرز ودوك تشوفوا شي يقولوا في محرز سلام